أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن اثنين من توربينات سد النهضة سيبدأان توليد الكهرباء العام المقبل، مشيدا باكتمال المرحلة الأولى من مراحل ملء السد. وأضاف أحمد خلال بيان تناقلته وسائل إعلام إثيوبية أن سد النهضة سيصل إلى القدرة الكاملة على توليد الطاقة عام 2023. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان أديس أبابا مع قادة مصر والسودان إحراز تقدم في اتفاقية تشغيل السد. ومن الخرطوم ينضم إلي شيبة الحمد عبد الرحمن. شيبة، تصريح أيضا لحمدوك عن استمرار المفاوضات لكن دون ذكر تفاصيل، ماذا يعني المشهد، كيف تنظر إليه السودان اليوم التي يبدو أن موقعها في الوسط بين إثيوبيا من طرف ومصر من الطرف الآخر، على الأقل بما يتعلق بمفاوضات سد النهضة؟ نعم، هي السودان أكد أكثر من مرة أنه طرف أصيل في عملية التفاوض الجارية بخصوص الاتفاقية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، ولذلك هو كان يبدي قلقه في الفترة الأخيرة حينما كشف عن مخاوف تتعلق بمنشآته الموجودة على النيل الأزرق، وهنا بالتحديد هو سد الروسيرس الذي لا يبعد أكثر من 15 كيلومتر من سد النهضة. وكذلك أشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس يوم أمس في كلمة له في تصريح صحفي إلى أن السودان يتفهم مخاوف إثيوبيا على مشروعاتها المستقبلية في مياه النيل الأزرق، وهي تنوي أن تقيم عليه 3 سدود مستقبلا، وأن تحد هذه الاتفاقية أو تحجم من قدرة إثيوبيا على الشروع في أي عمل، وأن تكون هي المرجعية مستقبلا إذا ما أرادت أن تنشئ أي سد. ولكن السودان أيضا يصر على أن تكون اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة هي المدخل لملء الخزان وتشغيله، وكذلك المرجعية لتناول أي حديث مستقبلي بشأن إقامة أي سدود في النيل الأزرق. وهذا ما تريده مصر أيضا، أن تضمن وجود اتفاق من خلاله يتم التعاون في المشروعات المائية في المنطقة، وليكون هذا السد والسدود الأخرى هي مثال للتعاون الاقتصادي فيما بين الشعوب الثلاثة. شيبة الحمد عبد الرحمن مراسلنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.